بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين. حياكم الله أعزائي مشاهدي قناة فدك وصوت العترة، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ميكروفون الكويت. إن شاء الله حلقة اليوم راح تتكلم على موضوع، هذا الموضوع مأخوذ أو مشتق من كلمة بليغة من سيد البلقاء في نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الكلمة نقرأها بالبداية حتى نأخذ الشاهد من هذه الكلمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، يقول: أنبئت بسرا قد اطلع اليمن. هذا بسر بن أرطى اللعين يقول: أنبئت أن بسرا قد اطلع اليمن، وأني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم، يعني يتقلبون عليكم. شلون يا أمير المؤمنين؟ يقول: باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. وبعد ويقول أمير المؤمنين: وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل. ويقول كذلك أمير المؤمنين، شلون يعني ينتصرون هذولا الملاعين؟ وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، يعني هم يؤدون أمانتهم إلى صاحبهم وانتم تخونون، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. احنا نستفيد من كلمة أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: وباجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل. هذه في الوقت المعاصر تنعكس هذه الكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام لشيعة هذا الوقت. و بما أن إحنا برنامجنا ميكروفون الكويت ونتكلم أكثر شيء عن شيعة الكويت، فهم أصدق مثال لكلمة أمير المؤمنين عليه السلام لتفرق الشيعة عن حقهم وتجمع أعداء الشيعة على باطلهم. زين، بعد هذه المقدمة الوجيزة راح كما تعودتم في برنامج ميكروفون الكويت أضرب لكم أمثلة من الواقع المعاصر، شواهد، وتعرفون إحنا الشواهد أصدق دليل يعضدها إن هذه الشواهد تكون فيها صوت وصورة، كما المقاطع اللي أوريكم إياها دائما حتى تبين كلامنا وتوضحها للمشاهد. في هذه الحلقة موضوعنا تجمع العدو على الباطل وتفرق الشيعة عن الحق. هذه النقطة وهذا الشاهد فقط نأخذه من الشواهد اللي راح نضربها. راح أضرب لكم ثلاث شواهد من العدو ونعكسها على شاهد شيعي، وهو القضية الأشهر في السنين السابقة ل الواقع الشيعي المعاصر خاصة في الكويت، وهو قضية سماحة الشيخ الحبيب اللي اتهم في سنة 2010. قبلها طبعا اتهم وصارت الأحداث وحكموا عليه بالسجن، وبعدين تجدد الاتهام بعد احتفالنا المبارك بهلاك عدوة الله عائشة سنة 2010، تجدد الاتهام وصار الضجة وزادت الأحكام اللي عليه وسحبوا جنسيته في هذا الوقت. راح نتكلم على ثلاث أمثلة حدثت للعدو وكيف تعامل العدو. احنا ناخذ فقط هذه النقطة، كيف تعامل العدو مع هذه الأحداث، وهذه الأحداث الثلاثة بعد راح نعكسها على حادثة سماحة الشيخ الحبيب وكيف تعامل الشيعة معه، أو حتى كيف تعامل العدو مع حادثة الشيخ الحبيب. هذه الأحداث الثلاثة تحمل نفس
المسميات اللي أخذتها قضية الشيخ الحبيب. قضية الشيخ الحبيب أخذت مسميات شق الوحدة الوطنية، زعزعة أمن البلاد. أنا عندي كذا يعني زعزعة نظام الحكم، تهديد أمن الدولة، توهين مذهب آخر، شق الوحدة الوطنية، هذه الأربع اتهامات المعلبة الجاهزة. هذه القضايا اللي راح أذكرها أخذت نفس المسميات اللي أخذتها قضية الشيخ الحبيب، أقصد يعني نفس التوجيه القانوني والإعلامي والشعبي اللي موجود، نفس الأمور بالضبط، ولكن تعامل جدا مختلف من أبناء الطائفة البكرية وبين الشيعة، شلون هذولا تعاملوا معها وشلون هذولا تعاملوا معها. أنا أبدأ بالأمثلة، راح أضرب لكم مثل ما قلت لكم ثلاث أمثلة من العدو ونعكسها على قضية الشيخ الحبيب. وطبعا مثل ما هم أعيد مرة ثانية، راح أعيد لكم أكثر مرة، إحنا القضايا اللي راح نطرحها ممكن مطروحة من قبل، أنا راح أخذ منها الشق فقط كيف تعامل العدو مع هذه القضية. القضية الأولى اللي راح، والمثل الأول اللي راح أضربه لكم، موضوع الإرهابي سليمان بوغيث. الكويتيين يعرفون منه سليمان بوغيث، وبعض العرب يعرفون، ولكن بعض الناس ما يعرفون منه سليمان بوغيث. سليمان بوغيث هو، أو عندي أنا مقطع فيديو يشرح لكم منه سليمان بوغيث. نعم، على ما يجهزونه بس المقطع الحين ثواني. هذا سليمان بوغيث هو الناطق الرسمي باسم تنظيم القاعدة، إرهابي خطير خرج من الكويت وهو كويتي، وسحبوا جنسيته وسحبوا وزوجته، أولاده كانوا معاه في أفغانستان ولكن زوجته تركته ورجعت الكويت، سحبوا جنسيته وجنسية أولاده ولكن أرجعوا الجنسية إلى زوجته وأولاده وظل هو غير كويتي. تزوجه بن لادن، أخته أعتقد أو بنته، يعني هو صهر بن لادن يسمونه، حتى الإعلام يناديه، ما ينادونه باسمه، ينادونه صهر بن لادن. وكل المقاطع اللي موجودة بن لادن أو معظمها تلاقي سليمان بوغيث جالس جنب على يمينه وعلى يسار بن لادن، وهو المتحدث الرسمي باسم تنظيم القاعدة. في مزيد من التفاصيل اللي ذكرها التلفزيون الكويتي بعد ما تم إلقاء القبض على سليمان بوغيث بعد هلاك أسامة بن لادن. إذا جاهز المقطع محمد جواد، يلا خلينا نشوف المقطع الأول اللي عرفنا عن اللي هو سليمان بوغيث. تم القبض على المتحدث باسم تنظيم القاعدة سليمان بوغيث وزوجة ابن رئيس التنظيم السابق أسامة بن لادن، وذلك في أحد الفنادق العاصمة أنقرة. وكانت السلطات التركية قد تلقت معلومات من وكالة الاستخبارات الأمريكية تفيد بدخول بوغيث إلى الأراضي التركية بجواز مصور. يذكر أن سليمان بوغيث قد سحبت منه الجنسية في عقب هجمات 11 من سبتمبر. تقرير لصباح عبد العزيز نتابع. لطالما شغل الرأي العام كمتحدث باسم تنظيم القاعدة، سليمان جاسم بوغيث كويتي من مواليد 1965، عمل كمدرس للفقه والشريعة وكذلك خطيبا في مساجد البلاد. برزت شعبيته نظير اعتلائه منابر المساجد أثناء الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990 حين قام بإلقاء الخطب المناهضة. وكان بوغيث يعد من العناصر النشطة في التيار الديني في الكويت قبل وبعد الغزو العراقي، إلا أنه بحلول عام 1992 قطع علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين بسبب معارضته لمشاركة الإخوان في الانتخابات التشريعية. وفي عام 1994 سافر بوغيث إلى البوسنة ومكث فيها شهرين قبل أن يعود مرة أخرى إلى الكويت، إلا أن أسفاره إلى البوسنة وأفغانستان تواصلت، ما دفع وزارة الأوقاف إلى فصله من الخطابة، وكانت البداية.
فبعد فصله قرر بوغيت أن يستقر هو وزوجته وأولاده الستة في أفغانستان، لكن عائلته سرعان ما تركته وعادت إلى الكويت بسبب الظروف المعيشية الصعبة هناك. وبعدها تزوج بوغيت من ابنة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. ظهر بوغيت وبشكل مفاجئ كمتحدث رسمي باسم تنظيم القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر، ما حدا الحكومة الكويتية إلى إسقاط حق المواطنة عنه وعن أفراد أسرته، لكن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد قرر حينها في لفتة إنسانية أن يرجع الجنسية إلى أفراد أسرته وزوجته الذين لم يكن لهم صلة بالقاعدة. وبعد سقوط نظام طالبان وهزيمة القاعدة في أفغانستان، وبعد قرار رفع اسم بوغيث من قائمة الإرهاب، أبدى بوغيث رغبته في العودة إلى البلاد العام الماضي، لكنه تم تحت الإقامة الجبرية في إيران قبيل انتقاله إلى تركيا بجواز سفر مزور واعتقاله من قبل السلطات التركية. نعم، هذه أول تعريف سليمان بوغيث، من هو سليمان بوغيث ودرجة خطورته. زين، في بعد عندي تقرير ثاني يوضح ويشرح أهمية سليمان بوغيث في عند الاستخبارات الأمريكية، ليش لاحقته وليش ألقت القبض عليه، وشلون يعني يستطيعون من خلال إلقاء القبض على سليمان بوغيث مكافحة الإرهاب. خلينا نشوف هذا التقرير، وليش طلع أصلا من تركيا وليش يبي يرجع للكويت. خلينا نشوف هذا التقرير. عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان السيد محمد أبو رمان، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص بالجماعات المتشددة. سيد محمد، مساء الخير، أهلا بك معنا. ما أهمية هذا الرجل بالنسبة للمخابرات الأمريكية، وإلى أي مدى يمكن الاستفادة منه للحصول على معلومات تساعد في الحرب على الإرهاب؟ يعني بالضرورة شخصية مثل سليمان أبو غيث شخصية مهمة جدا في تنظيم القاعدة، لعب دورا سياسيا وعالميا واضحا خلال الفترة الماضية، وكان على مقربة كبيرة من زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وأيضا يعني قيادة القاعدة. أعتقد أن هنالك سيكون معلومات متوافرة كثيرة في جعبة سليمان أبو غيث، لكن من يراقب تصرفات الرجل وحركة الرجل خلال الفترة الأخيرة يشعر أنه منذ مدة هو مبتعد عن قيادة القاعدة. وأعتقد أن هنالك يعني خلاف تاريخي بين سليمان وأبو غيث وبين الجناح المصري في تنظيم القاعدة، وربما بعد مقتل أسامة بن لادن هذا دفع الرجل إلى التفكير بالعودة إلى الكويت ومحاولة الوصول إلى تفاهم حول هذا الأمر، وهو رفض طبعا الأمر لأنه أصلا سحبت الجنسية منه سابقا. طيب، وجوده في إيران سيد محمد سنين طويلة بماذا تفسروه؟ ليس وحده، كان في إيران هناك عدد من قيادات القاعدة كانوا في إيران، ومن بينهم حتى بعض أبناء أسامة بن لادن. كانت إيران محطة عبور لتنظيم القاعدة. سليمان أبو غيث أثيرت حول وجوده ومكان وجوده يعني إشاعات كثيرة، في بعض الأوقات قيل أنه في اليمن، في أوقات أخرى قيل أنه في إيران، وفي مناطق أخرى ما كان تقريبا شبه موثوق من خلال شهود أنه كان متواجدا في إيران لفترة طويلة، لكن يبدو أنه يعني السلطات الإيرانية أطلقت سراحه. كان هنالك في بعض البيوت المخصصة لقيادات القاعدة، وربما في بعد مقتل أسامة بن لادن في تقديري أنه خلافه مع الجناح المصري وتراجع دور القاعدة المركزية دفع به إلى التفكير بالعودة إلى الكويت والذهاب إلى تركيا، وكانت بالتأكيد حركته مرصودة خلال الفترة الماضية. إذن خلافه مع الظواهري الجناح المصري، على قولت احنا بعد شوي عندنا ميكروفون مصر، لا يصير إرهابيين احنا الكويت، يصير خلاف مع إرهابيين مصر، تصير مشاكل بينهم، خلوا إرهابيين بصوب، إرهابيين الأخ فايز الجبوري ميكروفون مصر بصوب. على العموم، هذا صهر بن لادن ناطق رسمي بالقاعدة، ثاني أكبر يمكن إرهابي، وأسامة بن لادن تعرفونه أكبر إرهابي في الزمن الحالي، يعني مشهور عنه جدا وهجمات سبتمبر وغيرها. يعني بهالحجم الإرهاب أقلا يعني تلاقي الجماعات الدينية في الكويت تلاقي إدانة أو براءة
أو يعني تلاقي على الأقل سكوت عن هذا الإرهابي. وهل حدث هذا فعلا؟ خلينا نشوف هذا المقطع البسيط. لجنة حقوق الإنسان بالكويت شنو تكلمت عن أو شنو الطلب اللي جاها لسليمان بوغيت؟ خلينا نشاهد هذا المقطع. بعائلة سليمان أبو غيث أربع أشقاء تقدموا إلى اللجنة بطلب، أرادوا أن تقوم لجنة حقوق الإنسان بالجانب الإنساني الشق الإنساني للمساعدة بتوفير الضمانات لمحاكمة شقيقهم في أمريكا، بحيث أنهم يسمح لهم بالزيارة لمقابلته والاطمئنان عليه وتوفير محامي للترافع في قضيته. محامي، توفير محامي لسليمان بوقيث وزيارته. صارت بالكويت حملة إعلامية ضخمة للدفاع عن سليمان بوقيث من قبل التيارات الإرهابية في الكويت بمرأة من الحكومة، وتم جمع $1,000,000 لتوكيل أكبر محامي في أمريكا وهو كوهين اليهودي، أشهر محامي في أمريكا يهودي معروف، دافع عنه وجرت المحاكمة. راح أوريكم شنو صار الحادث في النهاية، ولكن قبل لا نتكلم عن المحاكمة وشنو صار في المحاكمة لسليمان بوغيث، احنا نقول هذه التيارات الإرهابية اللي في الكويت دافعت عن سليمان بوغيث من جانب ديني عقدي، يعني هم يعتقدون في عقيدتهم ان سليمان بوغيث انسان مجاهد، انسان يعمل الواجب أو المستحب، ما أدري شنو توجيه الإرهاب عندهم في عقيدتهم، فما يعتبرون اللي سواه شيء باطل لكن يخالف القانون، القانون المحلي. زين، سلمنا بهذا الموضوع جدلا، ما ردكم على كلام سليمان بوغيث في هذا المقطع اللي يكفر الحاكم والحكومة والدستور واللي يعمل بذلك؟ ولهذا المقطع من إعداد ناس كاتبين فيه مقاطع اللي استدل فيها سليمان بوغيث، مو من إعدادنا، أخذناه بالإنترنت. خلينا نشوف هذا المقطع. ويكتب أحد المرتدين: لا لطف الله سبحانه وتعالى به، كفر بواح، كفر بواح أيها الأحباب الكرام. ألا صفحات جرائد يدعي أميرها أنه سوف يطبق الشريعة؟ وفي رمضان شهر الصيام والقيام، اسمعوا ماذا يقول هذا المرتد. يقول: نحن ملزمون بأن نبين أننا ضد أسلمة الدولة وضد أسلمة نظام الحكم. ويقول في فقرة أخرى من المقال: أعلنا وبصريح العبارة أننا ضد تعديل المادة الثانية، لأن معنى هذا أن يصبح الحكم والتشريع لدى رجال الدين وليس الناخب الكويتي. يريد الذي يشرع الناخب الكويتي، هذه الديمقراطية التي تباكينا عليها، وتسلم الأمة سلطاتها إلى دور الإفتاء ومشايخ الطرق. نعم نعم، جاء الوقت الذي يرفض فيه شرع الله على صفحات الجرائد. ولكن أقول لهذا المرتد: أنا لا ألومك لأنك يساري مرتد إباحي، ولكنني ألقي اللوم على الذي يدعي أنه سوف يطبق شرع الله ويسكت عنك وعن أمثالك من الحثالة. أقول لهذا يا مرتد: إذا كنت أنت ضد أسلمة الدولة وضد أسلمة نظام الحكم في هذا البلد،
فأنا ضد نظام الحكم كله في هذا البلد، وأن الدستور في هذا البلد الذي تتمسك به تحت نعالي وحذائي، لا بل والله أتنزه أن يدوسه حذائي فيتنجس، وإنما ألقيه في المذاب وأعلم أن الدستور الكويتي كافر، كافر كافر، والذي يحكم بهذا الدستور كافر. والله لن أتنازل عن هذه الكلمة، والله لن أتنازل، الذي يحكم بهذا الدستور كافر. جابر الأحمد كافر. جابر الأحمد إخواني، ترى على فكرة اللي ما يعرف جابر الأحمد، ترى هو اللي دعم السلف اللي هذول سليمان بوقيث وربعه. قبل جابر الأحمد كان مالهم أي صوت بالكويت، يعني موجودين ولكن مالهم أي نشاط. جابر الأحمد هو اللي قربهم واللي سوالهم الهيئات جمعياتهم وعطاهم الصلاحيات، كان يقرب السلفيين حيل، كان يحبهم، لذلك هو كان يعني مشهور عنه أنه يصلي، مع أنه يتزوج، يعني متزوج له ما أدري كم 60 وحدة، لكن يصلي يقولون زين. وأنا عندي شباب أتذكر كانوا يشتغلون في قصر دسمان يقولون كان يصلي، فيقرب الوهابية وهو اللي داعمهم، وكان عنده فعلا فكر أنه يخلي الدولة قانونها إسلامي وهذه. ولكن الجهات العلمانية في الكويت قوية اللي يقول عنهم مرتدين، ولكن شنو يقول عن الدولة عن الحاكم هو سليمان بوقيث؟ يقول حاكم مرتد، الدستور تحت نعالي. يعني هذول اللي يدافعون عن سليمان بوقيث لا عندهم على قولتهم هذه المصطلحات الدائمة اللي نسمعها، خاصة إذا صار موضوع شيعي، الوحدة الوطنية، شق الصف الوطني، تهديد أمن الدولة، زعزعة نظام الحكم، كلها يعني هذه اختفت كلها، يعني كأنه ما قال شيء هذا سليمان بوقيث. بل أنه الحين أوريكم فيديو في واحد هم إرهابي ثاني اسمه مبارك البذالي، كان يصعد المنابر أمام ناس عوام، يعني مو كلهم إرهابيين، في ناس عوام جاية تصلي في المسجد، وياخذ المنبر ويدافع عن سليمان بوقيث ويعتبره من أصدق أنواع الجهاد وأخلص الناس للدين. خلينا نشوف مبارك البذالي شلون يدافع عن سليمان بوقيث، وصورونه ويبثونه بالإعلان، ولا حسيب ولا رغيب، خلينا نشوف. أمام عيون الناس، أمام عيون الكاميرا بعد، ويصعد للإنترنت، لا خوف من عقاب أخروي بدفاع عن إرهابي. طبعا هو يعني نفس المنهج، ولكن هم لا يخشى عقاب دنيوي أو قانون أو رادع،
يعني يتصرفون أو يتعاملون مع الأحداث اللي حتى توصل إلى تهديد الأمير، تهديد الوطن، تهديد الحكومة، تكفير الحكومة، التعاون على الحكومة؟ هذا مثلا نفسه البذالي أرسل ولده إلى تفجير جثته العفنة في العراق، في المساكين العراقيين الأبرياء، ورجع إلى نفس المكان هذا وفي له مقطع فيديو يتباهى بهذا الشيء. زين والحكومة الطالع ولا يعني ولا وجهوا له أي اتهام. زين، أولا قبل لا ندخل على المثال الثاني بس أوريكم الناس، في بعض الناس اللي ما تعرف شنو صار حق هذا الإرهابي بعد ما وكلوا له محامي من أشهر محامين أمريكا اللي هو كوهين اليهودي. أولا أنكر الاتهامات وبعدين أدانت الحكومة أو المحكمة الأمريكية وراح يخيس في السجن، يقضي طول عمره في السجن الأمريكي ويفطس هناك إلى جهنم وبئس المصير. خل بس نشوف المقطعين ورا بعض، طلع لنا يا محمد إنكاره للتهم وبعدين إدانته. أدلى صهر زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وزوج ابنته سليمان أبو غيث بشهادة غير متوقعة أثناء محاكمته في الولايات المتحدة باتهامات مرتبطة بالإرهاب. ووصف أبو غيث في رده على أسئلة لمحامي ستانلي كوهين، وصف اجتماعا له مع أسامة بن لادن بعد ساعات من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، واعترف خلالها بأنه أعد عدة تسجيلات مصورة بطلب من بن لادن، منها التحذير من أن عاصفة الطائرات لن تتوقف، لكنه أنكر أي علم مسبق بهجمات أخرى. أدانت هيئة محلفين اتحادية أمريكية في نيويورك يوم أمس سليمان أبو غيث صهر أسامة بن لادن بعد محاكمة استمرت 3 أسابيع قدمت صورة عن قرب لزعيم القاعدة الراحل في الأيام التي تلت هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. ويواجه أبو غيث عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن أدانه محلفون بالتآمر لقتل أمريكيين والتآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين. هذا مثلنا الأول في تعامل العدو مع قضاياهم، قضايا الرأي، قضايا الإعلامية المشهورة حتى لو كانت تكلفهم الكثير وطبعا تحطهم للإعلام وتصفهم في مصف المدافعين على الإرهاب ما يهمهم، ولكن يستذبحون للدفاع عن أعضائهم الإرهابيين. المثل الثاني اللي راح أطرحه اليوم وهو مثل ما قلت لكم راح أعيد لكم مع كل مثل شنو هدفنا من طرح هذه الأمثلة، وناخذ الجانب فقط كيف تعامل العدو مع هذه الأحداث. مركز وذكر فؤاد الرفاعي تكلمنا عليه في أول حلقات برنامج ميكروفون الكويت مع الأخ خالد الشمري، لكن اليوم أنا بس باخذ جانب واحد من هذا الموضوع باختصار. خلينا نذكر الناس بمركز وذكر صاحبه فؤاد الرفاعي مليونير ورث الملايين عن أبوه، أقام هذا المركز ودفع مئات الآلاف لوضع لوحات كبيرة تحرج أو تهاجم الشيعة وتقول أن يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، وكذلك مرصقات توزع مجانية وهو في نفسه يوزع هذه المرصقات في المقبرة دائما، وحتى لما يجي يوم عاشوراء أتذكر مع كل الجرائد تجيك لوحة استحباب صيام يوم عاشوراء، أكثر واحد يدفع الآلاف على هذا العمل. ضجت الشيعة بهذا الموضوع ووصلت الموضوع إلى أقصى حد واستجوابات وغيرها. الحكومة تعرفون الكويت حكومة رقيقة وتخاف من التجمعات وهذه الأشياء، أدانته وقبل فترة حكموه وهو طبعا الحين هارب برا الكويت حتى لا ينفذ الحكم اللي عليه. الجانب اللي راح أخذه من هذه القضية كيف تعامل العدو مع هذا الحدث اللي مس شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي؟ هل تركوه لوحده؟ هل وقفوا ضده؟ هل أحد تجرأ أو أحد كتب ضد حتى من طبعا هم تيارات كثيرة، أخوان، سلف، سلفية جهادية، سلفية علمية، سلف، أنواع السلف وأنواع كلهم يكرهون بعض، ولكن هل واحد من التيارات النجسة هذه تكلم على فؤاد الرفاعي؟ لا. هناك تجمع حضر
عدد من أعضاء مجلس الأمة وتكلموا وإعلاميين ومحامين وتكلموا للدفاع عن فؤاد الرفاعي قبل محاكمته بدعوى الضغط على الحكم وعلى القضاء وعلى الحكومة. وهذا ترى على فكرة ديدن البكريين، إذا صارت قضايا حساسة تمس الرأي العام يضغطون على الحكومة. أنا أتذكر مرة من المرات كنت جالس في ديوانية في الخالدية، في ورقة وصلت قريتها وقعين عليها ديوانيات دواوين الكويت، لأن دواوين تمثل المجتمع. فكان أيامها قضية مرفوعة ضد عثمان الخميس، فتوقيع من عدد كبير من الديوانيات يفرونها على دواوين الكويت حتى يأيدون الشيخ اللي يسمونه الشيخ عثمان الخميس، حتى هذه العملية تصير عامل ضغط على القضاء، لأن هناك رأي عام بتأييد كلامه. أنا شايفها بعيني هذه اللوحة القائمة اللي تفتر على دواوين البكرية. طبعا للأسف طبعا أنا الديوان هذه الديوان نفسه يرتاد بعض الشيعة اللي يعني اللي بالاسم شيعة. على العموم خلينا نشوف التجمع اللي حدث وحضر أعضاء مجلس أمة وكتاب وصحفيين وإعلاميين لمناصرة صاحب مركز وذكر اللي هو فؤاد الرفاعي. خلينا نشوف. أكد نواب وشخصيات إسلامية رفضهم القاطع الهجوم على مركز وذكر لصاحب فؤاد الرفاعي اللي يقوم بطباعة مطويات فيها توجيهات إسلامية دعوية. كان ذلك في ندوة قامتها الحركة السلفية بعنوان الفتنة النايمة، في حين حاوطت وزارة الداخلية مركز وذكر تحاشيا لأي تفاعل سلبي مع القضية المثارة. شوف التقرير. جزاكم الله خير والسلام عليكم. هكذا بكى الداعية فؤاد الرفاعي صاحب مركز وذكر في أول ظهور إعلامي له، مبينا أنه ليس في قلبه غل أو كراهية أو حقد لأحد، وأنه لا يرضى في أي حال من الأحوال أن يمس أي مسلم بضرر أو بمكروه. تذكروا أننا دعاة أولا وآخرا ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا نرضى بأي حال من الأحوال أن يمس أي مسلم لا قدر الله بأي أذى أو ضرر أو مكروه. اللهم اجعل من هذه المحنة خيرا كثيرا، اللهم اجعل من هذه المحنة خيرا كثيرا، اللهم اجعل من هذه المحنة خيرا كثيرا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. فيما حذر المشاركون بالندوة الحكومة من الاقتراب من مركز وذكر، مؤكدين أن هناك تصعيدا متعمدا بهدف إغلاقه. لوحة تهز أركانكم، لوحة تخليكم تحاربون الشيخ بهذه الطريقة. نحن لا نقبل بهذا ونندد ونرهب، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته. فيجب أن لا نسمح لأي عابث، ويجب أن لا نسمح تحت أي ظرف أو أي ضغط أن نضحي بوحدتنا وتماسكنا. يذكرنا بأيام البيض، يذكرنا بآيات الله وحكمه وآلائه علينا، ينشر المنشورات الطيبة، وكل يوم في المقبرة يدعو المسلمين ينصحهم في الله كاف خيره وشره. التيار الإسلامي دافع بقوة عن مركز وذكر وصاحبه الداعية فؤاد الرفاعي الذي لطالما قام بتذكير الناس بالمناسبات الإسلامية ودعوته للالتزام بالضوابط الشرعية. شوف هذا تقرير عدت الوطن، وبعد شوي هم أوريكم تقرير حق المحامي. طبعا مو بس الشكل اكتفوا، وكلوا له أقوى محاميين وحاولوا يدافعون عنه، ولكن أدين وهو الحين هارب برا الكويت. تدرون ليش الوطن مهتم بهذا الموضوع؟ أتذكر بالكويت كان الإعلانات اللي تجينا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وصيام يوم عاشوراء وهذه الأشياء تجينا مع جريدة الوطن خصوصا يعني. وتعرفون أن لما الإعلان يجي مع كل طبعة من الوطن، كل جريدة يكون داخلها ملصق، كم يدفع لجريدة الوطن؟ يدفع لهم مئات الألوف، وهو قني جدا. فالوطن الدافع عنه، طبعا الوطن أغلقت قناة الوطن خلاف المعروف ذاك على الحكم زين، لكن
دفاعهم مستميت عن قناة الوطن لأنه يدفع فلوس لقناة الوطن، وأعضاء مجلس أمة كذلك هو يدعمهم هذول السلفيين بالأموال اللي طلعوا، ترى طلع اللي تحدثوا ثلاثة يمكن كانوا أعضاء مجلس أمة. في الأخير تحدث واحد هذا الأمرد، الشاب الأمرد هذا راح نتكلم عليه اللي هو محمد المليفي. هم عند المثال الثالث اللي راح أضربه، راح أضربه على محمد المليفي وقضيته المعروفة وشلون تفاعلوا مع البكريين. لكن خل نشوف شلون نفوا كل الاتهامات عن صاحب هذه الفتنة اللي يمكن أكبر فتنة صارت بالسنين الأخيرة، فؤاد الرفاعي صاحب مركز وذكر. خل نشوف. تم توجيه له أربع تهم، يعني منها التهم هذه موضوع الترخيص يمكن، وموضوع المساس بأهل البيت، وهذا أمر طبعا الاستحالة يصدر من الشيخ أو من أي مسلم. الأمر الثالث موضوع المساس أو التعدي على مذهب أو تحقير أو تصغير اللي بقانون الجزاء هم ذكره بمادة 111، هذا هم الأمر ما صدر من الشيخ، وكل أمر ذكره وحطه على لوحة مركز وذكر كان مستمد من كتاب صحيح البخاري ومسلم اللي هو أصح كتب بعد القرآن. محامو الشيخ أكدوا تمسكهم بالوحدة الوطنية ونبذهم لكل ما يعكر صفوها. الإشكال اللي قاعد يحصل في البلد، في ناس تتصرف بشراسة ولها أجندة خارجية قاعد تدخلها الكويت تشتغل فيها، هذه مشكلة. هذه ككل أنا أتكلم ما أخص فيها أحد، ككل أي واحد عنده أجندة خارجية من برا البلد ويطبقها على البلد أو ناوي يطبقها على البلد، يعني هذا أتوقع راح يعتبر عدو حق كل الكويتي. والله يحفظ الكويت وشعبها يا رب ويسر علينا أمورنا ككل. وإن تعددت تبجريات الفتنة واختلفت مصادرها وتقاطعت ألوانها، في وطن نجح منذ الأزل في رص الصف بين أبنائه، فهناك لغة أقوى من ذلك تسمى القانون. النيابة العامة أخلت سبيل الشيخ فؤاد الرفاعي بضمان مالي بعد مكوثه أمام النيابة العامة لأكثر من أربع ساعات، ويتم استدعاه لحين إشعار آخر. زين، طبعا هذا ترى على فكرة أنا قاعد أضرب المثل، هذه الأمثلة يعني في السنين السابقة وصارت المحاكم وهو ودين وحكموا عليه. احنا لو تلاحظون من كلمة محامي، محامي رفاد الرفاعي، دائما التيار البكري يصطف في قضايا اصطفاف قوي ويوصل القضية إلى أعلى مستوى إعلاميا سياسيا اجتماعيا شعبيا، يحاول يستخدم كل الثغرات ويوصلها كذلك إخواني يخليها بعد طائفي بعد إقليمي. نفس توا قال هذا المحامي شنو قال؟ قال إن ناس عندها أجندات خارجية دائما يحاولون يكبرونها ويخلون فرصة عندهم لتحذير الحكومة، تحذير المجتمع أن إحنا ما راح نسكت، وكذلك ورقة للتفاوض في المستقبل على أمور أخرى. زين، هذا مثل وريناكم شلون اصطفوا على الباطل مالهم، وهو موضوعنا اليوم اللي تكلمتكم عنه بالبداية، كيف كلمة أمير المؤمنين عليه السلام كيف يجتمعون على باطلهم وأنتم متفرقون عن حقكم. إخواني أنا لما أضرب هذه الأمثلة أطلب منكم تخيل أن هذا الوضع حدث مع شخص شيعي، وبيكم تتخيلون كذلك كيف يتعامل الشيعة مع هذا الموضوع، وهل يفعلون كما يفعل البكريين مع مواضيع تخص الإرهاب، مهاجمة الحاكم، شق الوحدة الوطنية، زعزعة نظام الحكم، ضرب، توهين مذهب آخر؟ ما أعتقد. وراح أضرب لكم أمثلة كثيرة. المهم عندي كاتب اسمه محمد المليفي ومشهور عنا بالكويت إنه هو أول شيء منحل أخلاقيا، واللي يعرف بالكويت عدله هو حتى يعني مشكوك في رجولته ويسمي نفسه ياسمينة. عنده صور أتذكر كنت عرضتها أول ما صارت هذه المشكلة، يعني ما أدري شنو أقول. المهم هذا الشخص تطاول على مقام الإمام الحجة عليه السلام وروحي له الفداء بأبشع الكلمات. هو مغمور نكرة ما حد يعرفه أصلا ولا حد سامع فيه أصلا، ولكن بعد هذه الضجة أولا خلينا نشوف
ردة فعل الشيعة، طبعا الشيعة بس قاعدين ناطرين بس واحد يأذيهم يتكلمون، ما يهاجمون ما يبادرون في بس، لكن لما واحد تكلم طلعوا تجمعوا. تجمعوا الشيعة لما تكلم على الإمام الحجة هذا الملعون، ونشوف خلينا نشوف جزء من المظاهرة الكبيرة والتصعيد اللي أقوى تصعيد صار ضد محمد المليفي لما تكلم على الإمام الحجة عليه السلام، وكالعادة حكومة الكويت تعرفون لما يصير ضجة ترجف. خلينا نشوف شنو قال عبد الحميد دشتي البطل المناضل عن محمد المليفي. أن أسمع من هذه العائلة الكريمة إن كان هذا ابنهم أو نغل. هل أجندتك، هل أنت منحرف سخيف، أم أنك تعمل؟ عندما يأتي كاتب سخيف حقير دنيء نجس يمسنا في صميم المعتقد يزدري ديننا، أقول لألا لعنة الله عليك دنيا وآخرة. من أي ملة أنت؟ من أي ملة أنت؟ هذا أنت مسيت قائدهم يا غبي يا حقير، مسيت قائدهم المنتظر. بالتالي إن كان هناك من كلفك بهذا فهو يسعى لهدر دمك، هو يسعى لهدر دمك، لأن استرخصك مقابل أي ثمن لا أعلم، مقابل ماذا لا أعلم. إذا كنت منحرف عندك. وبالتالي مثل ما قلت لكم حكومة الكويت الرقيقة الحساسة رضخت لهذا التجمع الكبير والمطالبات بمحاسبته، وخذوه وحاكموه وسجنوه هو المليفي. لكن هل التيار البكري أو الدين البكري سكت على هذا؟ بل قاموا ندوات وفضائيات وخطب وبرامج للدفاع عنه، من ضمنها خلينا نشوف هذه الندوة شلون صعدوا نفس التصعيد تقريبا إلى أعلى مستويات حتى يرعبون الحكومة والقضاء، ويقولون مثل ما الشيعة طلعوا احنا لنا موقف ضدهم حتى يحاولون يوازنون الكفة. خلينا نشوف جزء من محاضرة أو عفوا ندوة حضرها أعضاهم نفس الجوقة، أعضاء مجلس أمة، محامين، صحفيين، إعلاميين، كتاب كثر للدفاع عن المليفي. خلينا نشوف. حرص على أنه يهدي الوضع، لكن لاحظنا أن في أكثر من 12 دعوة إلى 13 والعدد يزداد من جنح تقدم في جهات التحقيق للدعاء العام، ومن شكاوي تقدم في النيابة العامة، مجملها يدش في قانون أمن الدولة إن كان 111 من قانون الجزاء اللي هو تحقير دين أو مذهب، إن كان أمن الدولة من جانب الدعوة إلى مذهب يرمي إلى هدم النظم الأساسية في المجتمع، وأمور كثيرة. افتحوا الباب واسع على الكاتب محمد المليفي رغم كل الظروف اللي هذا الرجل يعيشها، حكم أن والدته الله يرحمها متوفية، وزوجته الله يرحمها متوفية، ويعيل 4 أبناء أكبرهم 17 سنة أصغرهم 9 سنوات. بينا هذا الأمر مرارا وتكرارا ووضحناه، وبينا أن مقتضيات الحبس الاحتياطي لا تنطبق على المتهم، مكان سكنه معلوم، مكان عمله معلوم، ووضع الأسري لا يسمح في هذه العقوبة اللي قاعد تطبق عليه حاليا من باب التأديب. والقضية باختصار من الآخر مثل ما نقول تضحت أنها ما هي قانونية، هي قضية سياسية تصفية لحسابات سابقة. خاسر الخبيث في فترة من الفترات واجه من الكاتب محمد المليفي ضربات موجعة، في الوقت الحالي احنا نعتقد ونؤمن
بأن أبو عمر يعيش لحظة دفع الفاتورة بمساعدة جهات بلا أي مبرر أو أي سند. طبعا نفس المستوى أخواني، تصعيد لأعلى مستويات، ربط الأمور بأجندات خارجية، تحشيد إعلامي سياسي اجتماعي شعبي. ومثل ما قلنا لكم أخواني، إحنا الكلمة اللي بالبداية اجتماعهم على باطلهم وتفرقنا عن حقنا، بالرغم من يعرفون أن قضية المليفي خسرانة قانونيا دينيا اجتماعيا حتى أخلاقيا، الشخص مطعون في عجانته زين، ولكن ما يسكتون، يواصلون يربطون القضايا ببعض حتى يكسبون أشياء معينة، لدرجة أنه بعد ما خسروا القضية وهذا انسجن، طلع من السجن، صار كان مغمور ما حد يعرفه ولا أحد سامع عنه، صار المناضل المجاهد الكاتب القلم الحر المدافع الحر. عندي بس لقطة في نهاية هذا المثال الثالث اللي ضربته لكم، شلون هذا النكرة صار يقدم في كل مهرجاناتهم في كل محاضراتهم كأنه وجه من وجوه السلف، مع أن شكل وجه من وجوه الجنس الثالث. خلنا نشوف شلون يعرفونه في هذه الندوة من ندوات لمحمد المليفي ياسمينة. ننتقل الآن إلى أهل القلم ومن خطت أناملهم كلمات الحرية وكتبت قلوبهم كلمات الحرية وسطروا بآرائهم كلمات الحرية. الآن مع الكاتب الإسلامي محمد المليفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه. أنا لو عندي وقت كان عرضت لكم صورة الخلاعية. على العموم هذا المثل إخواني على كاتب تكلم وقرأت كم تغريدة شلون صار الضجة ودفاعوا عنه، مع أنه بالمقابل عند الشيعة هناك شباب مؤمن كتبوا كلمة وكلمتين زين، حكموا عليهم بعشر سنين خمس سنين غيره، يعني أكثر من شاب شيعي لم يجدوا لا قلم يوقف معاهم لا محاضرة، ناهيك عن يعني يسووا لهم تجمع كبير للدفاع عن مثلا حمد النقي، مسكين بروحه لقى نفسه وحيد فريد. حتى أصلا البكريين هاجموا المحامين اللي دافعوا عن حمد النقي أصلا. هما لما تصير قضية من قضايا الشيعة يحاولون يوصلونها لأعلى مستويات. خلا أنا بس لأنه ما بقى يمكن لعشر دقائق، خلا أتكلم على قضية الشيخ الحبيب زين. إحنا طبعا قضية الشيخ الحبيب قضية كبيرة وهي يمكن أشهر قضية حدثت بالكويت، يعني قضية نقدر نقول ترتبط بالجانب الديني بالكويت في السنين الأخيرة، وخذت أبعاد كثيرة دولية أبعاد إقليمية، يعني يمكن ما في داعية أو مهتم بالشأن الديني حتى المو مهتمين بالشأن الديني ما تكلم ضد الشيخ الحبيب، 99% ضد الشيخ الحبيب، 99.9%. ألقيت الأشعار، تجمعت القنوات الفضائية، سياسيين تكلموا، أصلا في محاضرات بالكويت ألقيت وتجمعات صارت شارك فيها أعضاء بالبرلمان مو دينيين أصلا، ولكن لأن هالعدد الضخم العشرات الألوف اللي ضد الشيخ الحبيب لازم يركب الموجة، ولكن لازم يكون لا رأي ويكون لا بصمة في هذا الموضوع. وعرفنا أخواني التخاذل الشيعي وتجمع الشيعي ضد الشيخ الحبيب، تجمع بكري وتجمع شيعي، الشيعة لما يشوفون البكريين ضجوا يخافون يضجون ضدهم، صار هجمة قوية ضد الشيخ الحبيب وخذت مختلف الأبعاد. مو بصدد إحنا نتكلم على الضجة المفتعلة من أنصار عائشة ضد الشيخ الحبيب، لكن أباخذ هذا الجانب، شلون لما يكون عندهم قضية
ويعتبرون نفسهم هم الطرف الأقوى والطرف أقوى إعلاميا قانونيا شعبيا، أصوات كلها القلوب كلها أشعار قنوات فضائية قصائد، فيحاولون يستفيدون من كل لحظة من هذا الموضوع سياسيا اجتماعيا حتى ماديا. قنوات فضائية أقامت حملات تبرع لتمويل قضايا ترفع ضد الشيخ الحبيب وما شفنا منها شيء، ولكن جمعوا الملايين يا أخوان، يستفيدون من كل شيء. يعني عندهم ذكاء بالتجمع على الباطل غير مسبوق، والشيعة للأسف لو يتعلمون يدرسون هذا الذكاء الشيطاني المكر الشيطاني هذا يدرسونه ويستفيدون منه في قضاياهم المصيرية. واحد من المتكلمين في ندوة من مئات الندوات اللي قيمت في الكويت ضد الشيخ الحبيب، في ندوة من الندوات حضرها عدد من أعضاء مجلس الأمة من السياسيين من الكتاب، في واحد منهم اسمه خالد سلطان بن عيسى، مشهور جناعي بالكويت من المليارديرية من التيار السلفي، وكان لأنه هو كبير بالسن عمره فوق 80، كان بعض المرات إذا قابل الرئيس يخلونه، كان أعتقد نائب الرئيس ساعات فيصير رئيس مجلس الأمة. خالد السلطان تكلم كلمة عجيبة من خلال المحاضرة، طبعا أنا ما أقدر أطلع محاضرات كثيرة، ولكن خلينا نشوف خالد السلطان قال كم كلمة سجلتها، خل شوية نناقشها شلون نبشوف شلون يبي يوصلون أفكار أو يوصلون أجندات من خلال هذه القضايا ويستفيدون من كل فقرة من هذه. خلينا نشوف شنو قال في هذه الندوة. هنالك في بين أوساطهم ناس يحملون هذا الفكر التكفيري، ولو تمكنوا لقتلوا على الهوية، وإحنا شفنا هذا حصل في العراق. فأنا أقول هي اليوم مسؤولية كل فرد في الكويت أن يتحمل هذه المسؤولية، ويجب أن يكون هنالك تحقيق في من سرب هذا الخبيث من السجن، ولا أقول تسحب جنسيته بل يحضر إلى الكويت ويحاكم مرة ثانية. ولا يكفي هذا، يجب أن يحقق مع النوازر اليوم ويسانده ويتحقق منهم أنت مؤيد لهذا الفكر أم أنت معارض. إذا كنت معارض انكر، أعلن في الإعلام، ولا يكفي ذلك، إحنا نريد أيضا أن نحقق في الأموال كيف يجمعونها وكيف يصرفونها. لذلك أقول المستهدف سيدة عائشة رضي الله عنها هي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولن يمسوا هذه بأي شيء، لكن إحنا مستهدفين، أنتم مستهدفين اليوم، وإذا سكتنا تمادوا. لذلك إحنا سنصر على فتح باب التحقيق ومعاقبة ليس فقط الخبيث هذا، لكن مع من يؤازر أيضا في هذه العملية. ونقول لأفراد الأسرة اللي يؤازرون هالخبثاء، إن كنتم تظنون أن هذه سياسة فأنتم تضعون رقابكم تحت سكاكينهم. احذروا وعوا، فذيلا كشفوا عن هالمتطرفين، كشفوا عن نواياهم، والله يعين هذه البلد، وإن شاء الله يرجع كيدهم في نحورهم، والحمد لله رب العالمين. أخوان تكلم على أسرة الصباح، آخر شيء قال أنتم إذا تعتبرون أنها سياسة راح الشيعة يقتلونكم، تخلون رقابكم تحت سيوف الشيعة. هو لو تلاحظون كلامه كله جمع، يعني ما وجه كلامه للشيخ الحبيب، مع أن الشيخ الحبيب كان وحيد فريد مسكين. أنا كنت موجود في أيام 2004 2003 2002 اللي أيام الأزمة الشيخ الحبيب، كان بروحه كل الشيعة ضده أصلا، ولكن شوف لما بيستفيدون من حدث يصعدون إلى أبعد مستويات ويدخلون فيه كل طوائف الشيعة، حتى
أسرة الصباح حددهم. مراقبة التبرعات، يقول تبرعات الشيعة لازم نعرف شلون يجمعونها وشلون يصرفونها، شلون يبي يستفيد. وتقعد قدام كل واحد تقول أنت مؤيد أو معارض، إذا معارض اثبت، يعني لازم تثبت ولائك لعائشة زين، وأنك تعارض الشيخ الحبيب. يعني عجيب شلون يحاولون يكيفون هذا الحدث لصالحهم. الكلام الأخطر اللي قاله، اللي يقول يوجه اتهام للشيعة، يقول لو توفرت لهم فرصة لقتلوا على الهوية. يعني شيعة الكويت تقتل البكرية على الهوية، يعني يتجمعون تصير ميليشيات بالكويت لو صارت فرصة لهم أنهم يقتلون كل بكري على الهوية. شوف شلون وين وصلها. يعني تعتقدون هذا يصير بالكويت؟ مستحيل يصير. ولكن شلون قاعد يوصلون الأمور إلى أقصى حد زين حتى يستفيدون. أخواني مو بس هذا ترى، يعني في ندوات أقيمت من البكرين وصلوها إلى مرحلة الجهاد. ضح بنفسك ادخل. هو شيخ ياسر الحبيب، احنا ما شفنا واحد فيهم حتى مسكين، يعني ما جانا واحد حتى يرفع قضية أو شيء. فما بالك قالوا جهاد وفلوس دفعوا وبلاوي كلها، ليش؟ عشان يحاكمون الشيخ الحبيب. وقالوا الناس اللي قال انه ضربه، اللي قال قضايا كثيره صارت. ولكن خلينا نشوف هذا بس، يمكن انا دركني الوقت وما يعني قدرت اتكلم على كل شيء. ولكن خلينا نشوف هذا واحد هم احد الندوات شلون وصلها. خلينا نشوف شلون هذيل الظريفين الخفيفين الوهابيه شلون يستفيدون من الفرص. هل فيكم من سيفدي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمه؟ أريد من الجمهور من لديه الاستعداد أن يرفع يده، وأنا أولكم، لتسجل فضائيات العالم الإسلامي أن أهل الكويت يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدون أم المؤمنين ولا يرضون لهذا الخبيث أن يكون شريكاً لهم في المواطنة. تكبير 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 تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أبطال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الزود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا، وهو دنيانا، وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب. أنا والله ودي عندي أشياء كثيرة المفروض أقولها، أعتقد البرنامج مدته ساعة. إخواني ملخص كلامنا اليوم، هذه رسالة للشيعة، استفيدوا من كلمة أمير المؤمنين عليه السلام اللي لام فيها أهل الكوفة هذاك الزمن، قال أنكم متفرقين على باطلكم عن باطلكم، وهم متفرقين عن حقكم، وهم متجمعين أو مجتمعين على باطلهم. شلون إخواني إحنا لما تصير عندنا قضايا نحارب بعضنا ونوقف ضد بعضنا؟ وإذا ما حاربنا ووقفنا ضد بعضنا على الأقل نسكت، يعني يسكتون يعني. أما تلاقي أهل الباطل وأهل الضلال وأتباع أمة الضلال تلاقيهم يتكاتفون على باطلهم ويدافعون عن باطلهم إلى أقصى حد. يا ليت تتعلمون من هذه المواقف، يكون عندكم سياسة حكيمة حتى تنصرون دينكم، تنصرون الناس المستضعفين اللي ما لهم ناصر إلا أنتوا بتكاتفكم، تكونون عصبة تدافعون عن هؤلاء المستضعفين. يا ليت رسالتي وصلت، ويا ليت الشيعة يستفيدون من هذا. هذا ما لدينا اليوم، وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.